المهلة أعطيتها للشركة بالحكومة ليمشي الحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة من سنتين. هالإجراءات مشيت، منها بالموازنة يلي أقريناها اليوم، ومنها إجراءات أخذناها من خارج الموازنة. واحد، الموازنة بعجز 0.6 وما فيها أي ضرائب جديدة أو إضافية على الناس، وهذه القرارات مش معمولة للمقايضة، يعني مش لأطلب منكم تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب. هذا قرار أنتوا بتاخدوه وما حدا بيعطيكم مهلة، ولازم تتأكدوا أني ما بسمع لحدا يهددكم أو يحاول يخوفكم. ولازم تعرفوا أنه صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم ليكون صوتكم هو وحده يلي بيقرر، فأنا سعد الحريري شخصيا معكم بهالمطلب. أنتوا رجعتوا الهوية الوطنية اللبنانية لمكانها الصحيح فوق أي هوية طائفية أو مذهبية. هيدا أكبر مكسب وطني.